المعرض اليوم له نكهة خاصة جدا. هؤلاء ليسوا بمحترفين، إنما هم خريجو مراكز الفن التشكيلي في أنحاء الجمهورية العربية السورية. لدينا في وزارة الثقافة 7 مراكز فن تشكيلي في 5 محافظات، وهؤلاء هم خريجو المراكز، وإن هذه هي نتاجات أعمالهم. تلاحظون أن درجة التأهيل في هذه المراكز عالية جدا من الناحية الفنية التعبيرية، من اللعب بالألوان، بتقنية الرسم والتصوير. عدد الأعمال المشاركة ما بين الفن التشكيلي وأعمال النحت والخزف والخط العربي 146 عمل لـ5 محافظات، اللي هي محافظة دمشق ومحافظة اللاذقية وحلب وحماة ومحافظة طرطوس. المراكز المشاركة هي عددها 7، في بعض المحافظات مراكز فنون تشكيلية ومراكز فنون تطبيقية. هذا هو المعرض الأول اللي بيجمعنا سوا، ويعني نحن الهدف من هذا الاجتماع هو تعريف الناس أكثر عن هي المراكز اللي بتشرب المحافظات، وبنفس الوقت يعني نطرح فكرة أنه هي المراكز هي لها التأثير الأكبر لدعم الحركة الفنية السورية الحديثة. هلأ لوحتي هي عبارة عن لوحة زيتية، الألوان الزيتية بتعبر عن مرحلتين بالطفولة، مرحلة إنه كان بيبي صغير، ومرحلة إنه يعني ها بلش يوعى الدنيا. هلا مثل ما بنعرف الولد الصغير ما بحب يشوف حاله صغير، بضل إنه بده يشوف حاله إنه هو أكبر، بقى بتحسي إنه هو شوي خجلان إنه حامل صرته هو صغير، وشوي إنه يعني فرحان بنفس الوقت إنه هو ما بيتخيل حاله إنه هو ممكن يكون صغير بيوم من الأيام. تجربتي هي عبارة عن لوحة بتحمل اسم بعنوان يوم بالحقل، هي عبارة كانت عن فكرة لمشروع التخرج قدمناها بعام 2019 بعد ما تخرجنا. التقنية المستخدمة هي تقنية زيتي، قياس اللوحة 1.70 متر. شاركت أنا بمشروع التخرج بـ4 لوحات بيحملوا نفس العنوان، هو يوم بالحقل. تحدثت فيها عن بيئتنا، بيئة السويداء، وحاولت استخدم التقنيات اللي تعلمتها بالمعهد باشراف الاساتذه لوظف التقنيات بافضل اداء. لوحتي هي عباره عن سلسله انا راسمها بتحكي عن مشاكل الشباب، وهي جزء من السلسله اللي بتحكي عن كل شاب صغير او كبير بحياته الجامعيه شو بيصير معه